بسم الله الرحمن الرحيم. تجربتنا اليوم مع تأثير عامل مساحة السطح في سرعة التفاعل. وضعنا بودرة المغنيزيوم في الأنبوب الأول، وضعنا نفس الكتلة في الأنبوب الآخر، وسنضيف للأنبوبين نفس كمية الحمض ونفس التركيز للأنبوبين الاثنين بنفس الوقت. هنلاحظ التفاعل اللي عم يحصل بالأنبوبين. لاحظ الأنبوب الأول تفاعل، شو عم يصير عندي؟ انطلاق غاز هيدروجين نتيجة التفاعل في الأنبوبين. لاحظ الأنبوب اللي كان فيه بودرة المغنيزيوم تقريبا او نقول انتهى التفاعل الكيميائي، المادة بودرة المغنيزيوم اختفت، فهي قد تفاعلت مع الحمض، بينما شريط المغنيزيوم ما زال التفاعل مستمر حتى لو اضفنا كمية اضافية. لاحظ الوقت، بينما في الانبوب الاول انتهت المادة، تفاعلت بودرة المغنيزيوم بشكل كامل مع الحمض، بينما شريط المغنيزيوم ما زال التفاعل مستمر. وهذا دليل على مساحة السطح. يعطيكم العافية، شكرا لكم.